متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الحادي والثلاثون: ازهد في الدنيا يحبك الله. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه.